الو صباح الخير. صباح النور. سامع ازيك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيك. محمد مايك. محمد. محمد بتكلمنا منين؟ بكلمك من دبي. من دبي. اهلا بيك يا محمد. أهلا. محمد كم سنه؟ 40 سنه. بقالك كتير في دبي؟ تقريبا حوالي 10 سنين كده تقريبا. طب جميل. مرتبط يا محمد؟ حاليا مرتبط. متجوز ولا ارتباط؟ لا مش متجوز. لا ارتباط بس علاقه. في ارتباط علاقه. طب اتفضل يا محمد تحت امرك. والله سامع الموضوع. انا يعني مش عارف اتنين بس هي القصه عباره عن ان انا يعني خطبت كتير يمكن حوالي 3 او 4 مرات. كان في منهم مره كانت بكتاب. ما اعرفش بيجي الموضوع بالنسبه لي بيجي يعني ما بيتمش في الاخر. يعني في اول مره او تاني اول خطوبه عشان تاني خطوبه عارف انت عايش برا مصر بتنزل اهلك ضغط في البيت يمكن انا وحيد فلازم تتجوز مش ناقصني حاجه ماديا شكلا موضوعا ما عنديش اي مشاكل. ففي ديت بنت ناس كويسه اروح اشوف الاقي الناس كويسين بنت كويسه اخوها فلان ابوها فلان متعلمه ملتزمه محترمه اوكي ما فيش مشكله نعمل الخطوبه. يعني يمكن انا عندي مشكله ان انا ما بعرفش اعمل حاجه مش حاسسها او مش مقتنع بيها فبقعد الاجازه شهر 2-3 ممكن اقعدهم في مصر الاقي نفسي مش متجاوب مجرد ما ارجع هنا الاقي الامور يعني ما فيش الحته اللي هي بتاعت اللي انا بدور عليها المفروض. يعني طبعا اول مشكله مع تاني مشكله فبلاقي ان لا مش هينفع مش هي ديت استنى ادور على حد تاني يمكن الحياه هنا مفتوحه اكتر انت فاهم علاقات اصدقاء صحاب بنروح نيجي حاولت اكتر من مره خطبت يمكن خطبت بنت عمي بعد كده اخر واحده خطبتها وبعدين عملت كتب كتاب عشان ابقى خلاص الموضوع بالنسبه لي مفيش رجعه فيه ومع ذلك برضو ما حسيتش ان انا مبسوط حصلت مشاكل فبرضو انفصلت جيت هنا ارتبطت تاني برضو تيجي في اخر على اخر تكه تلاقي الامور مش عارف ايه اللي بيحصل يمكن اخر واحده مثلا من حوالي سنه او سنتين تقريبا مش عارف اقول لك ايه يعني خلاص انا اعرفها اصلا عارف يعني عارفها ايه يمكن عارفها عارف معلومات عنها وعن عائلتها اخر حاجه ممكن فكرت فيها ان انا يمكن ايه اسال هو السؤال الاخير اللي هو اسال عن اخواتها اسال عن الناس عندهم في الشارع مثلا اللي هو مثلا انا رايح بكره يعني بكره المفروض انا رايح الاقي ان مثلا الناس ما شكرتش في اخواتها فابتدت دماغي تروح في حته تانيه ان في حاجه متعلقه بقى باعمال بسحر بحاجه زي كده مش عارف ده صح ولا غلط ولا لا بص عايز اقول لك حاجه اوعى تخش في المتاهه دي ما انا مش عايز انا مش مقتنع بيها بس لا 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 لا, لا بص كل بص الحاجات طب تعالى اسالك سؤال اتفضل ايهما اقوى ما طب شوف كده يرجع تاني يمكن لا قطع الخط طب اكيد انت حضرتك سامعني من دبي تعالى نسال اسئله كتير يعني كده ونجاوب عليها مع بعض بالعقل يعني أيهما أقوى الخالق أم المخلوق؟ أكيد وبدون تفاهم الخالق. السحر والأعمال دي كلها إن وجدت يا سيدي وهنفترض إنها موجودة الحاجات دي كلها أعمال شيطانية يعني أعمال بتتعمل عن طريق الشيطان ناس بتتحالف مع الشيطان علشان تعمل هذه الأعمال إن كانت موجودة أوكي؟ طيب أيهما أقوى الشيطان ولا اللي خلقه ربنا طبعا ربنا يعني فوق الجميع ربنا هو خالق الكون بما فيه بالملائكة بالقديسين بالأنبياء بالأرض بالبشر بالشيطان بالجن بكل حاجة فلما يكون في حاجة سيئة من وجهة نظرك وانت إنسان لما يكون عندك مشكلة بترفع ايديك للسماء وتقول له يا رب وقف معايا مفيش حاجة هتقوى على ربنا سبحانه وتعالى زي ما بنقول أبواب الجحيم لن تقوى أبواب الجحيم نفسها لن تقوى عليك إنما أستسلم بقى وأقول الشيطان ومعمول لي عمل ومش معمول لي عمل لا مبدئيا طلع دي من دماغك خالص تعالى أقول لك بقى حاجة تانية قدر كل اللي خرجوا للعمل في الخليج هو قدرك عشان تبقى عارف ليه لان اللي عايش هنا في مصر بيقابل وبيشوف وبيروح كافيه وبيشوف فلانه وفرح اللي انا ومش عارف ايه وبتاع والحياه بتمشي بالشكل ده وممكن يتكعبل في علاقه عاطفيه ويتجوز انما انت مع الاسف
بتسافر وبيبقى عندك اجازه 15 20 يوم عايز ترجع تقضي فيهم مصلحه وتمشي، والجواز عمره مكان واحد بيقضي مصلحه. لا، الجواز ده علاقه، والعلاقه بتاخد شهور، والشهور دول بتتقلب لخطوبه، والخطوبه دي بتاخد لها سنه، وهات وخد، وخرجنا وجبنا واتخانقنا وصالحنا، وماما قالت وخالتي عادت وانت بتعملي كده ليه ولابسه ده ايه ومش علاقه، حياه كامله انت ما عندكش ده لانك عايش في دبي. فما فيش قدامك حل غير انك يا تاخد حد من دبي، وفي مصريين كتير ولاد ناس عايشين في دبي، عايز تبقى قدامك وخطيبتك وبتشوفها وبتخرجوا وبتروحوا وبتتكلموا وعايشين الحياة مع بعض، يا يكون ربنا بقى كرمك ورزقك بإنسانة فجأة كده تطلع لك تحبك وتحبها وتلاقي الأمور مشي كويس. في الحالتين ده مش هيحصل لك طول ما انت مجتهد ومعتمد على اجتهاداتك الشخصية، لان برضو في الاول وفي الاخر الجواز اسمه نصيب. فيبقى انا ما ينفعش اعتمد على اجتهاداتي الشخصية، خلاص انا هتجوز يبقى انا هحط مواصفات سبيكتس مش عارف ايه، هاخدها 6 سلندر 12 صباب فول انجكشن فول اوبشن، وعايزها تكون 350 هورس باور، انت مش بتشتري عربية بيه، دي حياة. فحتى اللي بيشتري عربية بيقول له يا رب وفقني الاقي عربية عدلة. فانت عشان ده يحصل كل اللي مطلوب من حضرتك انك تطلب من اللي يقدر يجيب لك ده، لنا ولا خالتك ولا عمتك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك ولا اصحابك ولا هيقدر يجيب لك العروسة المناسبة. في الظروف بتاعتك دي اللي هيجيب لك العروسة المناسبة ربنا سبحانه وتعالى. كل المطلوب عليك انك يكون عندك ايمان كامل من جوه انك لما تنادي عليه ها هيسمعك وهيتصرف وهو هيتصرف معاك. فكل اللي عليك انك تقول له يا رب ابعت لي زوجة الصالحة ايا كانت، في دبي، في مصر، في الهند، في الصين، اجنبية مصرية، يوغوسلافية، اسكتلندية، وريفر، ابعت لي الزوجة الصالحة. انما تعتمد على ان انا هنزل النهاردة اشوف بنت فلان، اشوف اخت علان، اشوف مش عارف مين، عندي 4 عرسان هشوفهم واخلع، كل ده ما بياكلش يا بيه مع الاسف، ونسبة نجاحه ضئيلة جدا. فيا تاخد واحدة من بلدك هنا، يا تاخد واحدة من دبي، وفي الحالتين عشان تلاقي دي ولا دي نصيحة من اخوك ارفع ايدك للسماء وقول له يا رب ابعت لي الزوجة الصالحة، انا محتاج اتجوز وطالبها منك، وانت مش هتبخل عليا بيها.